وينضم إلينا الزميل أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري. أحمد، تطلعنا على آخر الاستعدادات لديك للمؤتمر الجماهيري للمرشح الرئاسي فريد زهران. بالفعل بعد قليل تنطلق فعاليات هذا المؤتمر الجماهيري هنا تحديدا في مدينة البدرشين بمحافظة الجيزة، وهي أولى الحملات الانتخابية هنا في محافظة الجيزة وفي مدينة البدرشين التي تطلقها الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران. كان قد بدأ حملته الانتخابية بمؤتمر حاشد في محافظة المنوفية، وبعدها اتجه إلى الإسكندرية، ومنها اتجه إلى أسيوط حيث عقد أيضا عدة مؤتمرات جماهيرية مع المواطنين، واليوم نحن في مدينة البدرشين بمحافظة الجيزة. من المقرر أيضا أن تكون هناك مؤتمرات جماهيرية للمرشح الرئيسي أو الرئاسي فريد زهران في الفيوم، وأيضا في نهاية الأسبوع يومي الأربعاء والخميس سوف يتوجه إلى الخميس. من المقرر في هذا المؤتمر الجماهيري أن يقوم أيضا بتعريف المواطنين ببرنامجه الانتخابي، وكان قد تحدث منذ قليل المرشح الرئاسي لوسائل الإعلام المختلفة التي جاءت لتغطية فعالية هذا المؤتمر، وتحدث أيضا عن أبرز ملامح هذا البرنامج الانتخابي الذي أعلنه للمواطنين. إليكم زملائي. أشكرك جزيل الشكر أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري من مقر المؤتمر الجماهيري للمرشح الرئاسي فريد زهران.